كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ويلقاكم هذا الفيديو تكونوا بصحه جيده وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. ومرحبا بكم في قناه يوميه ام شيماء. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه سهله سهله سهله، دغيا كتوجد في الخلاط، يعني ما فيهاش لا عذاب لا والو، دغيا كتوجديها في ساح. كنحتاجوا فيها تقريبا، عندي العبار بهذا هذا ديال الفاني، هذا العبار هذا هو باش غنعبر كل شيء. تقريبا عندي هنايا واحد الياغورت ديال الفاني، عندي واحد ديال الفاني، ثلاثه ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي واحد الساشيه ديال الفاني، وعندي جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي زيت عبرت به نفس العبار ديال هاد الغرف ديال دانون، تقريبا فيه 110 غرام داكشي فيه في العبار، هذا هو العبار اللي فيه. بالنسبه للسنيده، كاس ديال السنيده حتى هو معبور بنفس العبار، وثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق، ولا خصني راه غنزيد. وهنايا عندي واحد جوج معالق صغار ديال الخل، تقريبا هادشي اللي كنحتاج. ثلاثه ديال البيضات غنعبر سنيده، انا عبرتهم بعد الغرف ديال الدانون باش عبرتهم. غادي ندير الزيت، صاشي ديال الفاني، وغادي ندير الياغورت حتى هو ديال غندير الخمارات، غنخلط. ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني ثلاثه معبورين بالعبر ديال هذا الغرف ديال دانو، ها واحد ها جوج ها ثلاثه، غنخوي الخليط ديالي في المول ديالي. راني دهنتو بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق، ولا ديروا الزيت والدقيق، المهم اللي يعجبكم، ولكن من الاحسن الزبده. ودابا غادي نخوي الخليط ديالي في هذا المول هذا، غادي نرفعو شويه الفوق،
هنايا غنصور معكم واحد شويه ديال الكريب. عندي هنا واحد السطر ديال الحليب، عندي هنا واحد جوج كيسان ديال العنبه، هاد العبار هذا الكاس ديال العنبه هو هذا باش عبرت الدقيق جوج كيسان، وعندي هنا واحد الساشيه ديال الفاني، وعندي هنا واحد القبصه ديال الملح، وعندي معلقه كبيره ديال السنيده، وعندي تقريبا هنايا واحد معلقه ونص ديال الزبده مذوبه كبيره. صافي هادشي اللي غنحتاجو في هاد الكريب. اول حاجه غنديرها غندير البيض ديالنا ان شاء الله، وغندير سنيده، وغادي ندير القبصه ديال الملح، وغندير الساشيه ديال الفاني، وغندير الحليب شويه ونخلط. بغيتو تخلطو بالمولينكس خلطو بها، انا خلطت بها. دوزتو في الصفايه، دابا غادي ندير الزبده، وغنخليه شويه يرتاح وان شاء الله نوجد المكله ديالي باش نصاوب معاكم. هنايا درت دانيت ودرت شويه ديال الشوكولات وشويه ديال الحليب، وغنخلطو مزيان هو باش غادي نزوق الكريب ديالي. وكل واحد كيما يعني كيما بغى يزينو، ولكن كيجي هكا زوين، كيجي جربوه بهذه الطريقه كيجي عاوتاني زوين. بسم الله، غنخوي دابا الشوكولات ديالي هنا. الكيكه ديالي راه كتجي رطبه، كتجي زوينه، ها هي كتجي رطبه وكتجي زوينه، وبمقادير بسيطه وجدت الكريب وجدت الكيكه ديالي دغيا وجدوه، ما شدوش واحد الوقت اللي هو كثير. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم، وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف، سلام. Thank you.